السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. أقدم لكم اليوم مادة علوم الحاسوب لطلاب الأول ثانوي علمي والأول ثانوي أدبي والأول ثانوي أدبي. الحصة الماضية يا شباب يا صبايا أخذنا بلشنا في العمليات الحسابية بالنظام الثنائي، وأخذنا حكينا إنه في عنا ثلاث عمليات مطلوبات منا في الوحدة هاي، اللي هي عملية الجمع وعملية الضرب وعملية الطرح وعملية الطرح. طيب الحصة الماضية أخذنا أول واحدة، بلشنا في أول واحدة وأخذنا عملية الجمع وخلصنا منها. اليوم راح نستكمل العمليتين الضالات عندنا اللي هي عملية الضرب وعملية الطرح. راح نبدأ أول شيء بعملية الضرب. اثنين الضرب، عملية الضرب. إذن راح نبدأ بعملية الضرب. في الحصة الماضية حكينا كمان على الجمع إنه في عندي قواعد لازم أمشي عليها عشان أقدر أعمل عملية الجمع أو الضرب أو الطرح بالنظام الثنائي. نذكر إحنا نعمل عملية الجمع وعملية الضرب وعملية الطرح بالنظام الثنائي. إذا عندي مجموعة من القواعد يجب اتباعها، يجب مراعاة ما يلي، يجب مراعاة ما يلي. نعطي قواعد أساسية عشان لما ناخذ مسائل كمان شوي نعرف نقوم فيها. أول عملية أو أول قاعدة، صفر ضرب صفر تساوي صفر ضرب صفر. القاعدة الثانية أو الأساس الثاني اللي نحتاجه، واحد ضرب واحد كم يساوي، واللي بعدها راح تكون عندي واحد ضرب صفر، واللي بعدها راح تكون عندي صفر ضرب واحد، صفر ضرب واحد، صفر ضرب واحد، ضرب واحد. طيب بس نتذكر احنا بنعمل عمليات الجمع والضرب والطرح بالنظام الثنائي، تمام؟ يعني هذول عمليات الضرب راح يكون عندي الان راح نشتغلهن على النظام الثنائي وليس على النظام العشري. طيب نبدا في اول واحده، صفر ضرب صفر، صفر ضرب صفر تساوي صفر بالنظام الثنائي. طيب واحد ضرب واحد، واحد ضرب واحد بالنظام الثنائي واحد، واحد ضرب صفر، واحد ضرب صفر راح تكون عندي بالنظام الثنائي صفر، وصفر ضرب واحد، صفر ضرب واحد راح تكون عندي بالنظام الثنائي كمان صفر. إذن يجب مراعاة ما يلي أربع عمليات ضرب راح نستخدمهم وراح نحتاجهم بالأسئلة اللي جايتني بعد شوي. صفر ضرب صفر صفر، واحد ضرب واحد واحد، واحد ضرب صفر صفر، وصفر ضرب واحد صفر. طيب نأخذ أسئلة ونفوت مباشرة على الأسئلة المطلوبة مني. الأسئلة المطلوبة مني سؤال، سؤال جد ناتج ما يلي، ناتج ما يلي بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي جد ناتج ما يلي بالنظام الثنائي. اذا نرجع نذكر احنا نشتغل احنا شغالين على النظام الثنائي. ناخذ فرعين، فرع الف واحد صفر واحد ضرب صفر واحد، وفرع ب، وفرع ب صفر صفر واحد ضرب واحد واحد. طيب نبدأ مثل النظام العشري زي ما نتعامل احنا في الرياضيات. كيف نتعامل بالرياضيات؟ راح نتعامل هنا بالضرب. نبدأ راح نضرب أول خانة، أول خانة صفر ضرب العدد الأول، العدد الأول هو موجود بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي. بعدها أضرب واحد واحد بالعدد الأول مثل الرياضيات المتعارف عليها، مثل الرياضيات المتعارف عليها. صفر ضرب واحد صفر، صفر ضرب واحد صفر، صفر ضرب صفر صفر، والصفر ضرب واحد كمان صفر. الآن تتحول العملية عندي على جمع، جمع. إذا شو عملت أنا؟ ضربت الخانة الأولى
خالد الأولى من الرقم الثاني أو العدد الثاني، خالد الأولى كل هذا العدد، كل هذا العدد، زي الرياضيات المتعارف عليها سهلة. طيب الآن إيش؟ نروح على الواحد، الواحد بضربه بكل العدد اللي فوق، شو أعمل؟ بشطب هاي الصفر وبنزل صفر، بنزل صفر، زي الرياضيات المتعارف عليها، الرياضيات المتعارف عليها. الآن بضرب واحد ضرب واحد، واحد واحد ضرب واحد ضرب صفر صفر، وواحد ضرب واحد واحد. الآن تحولت العملية عندي لجمع، عملية لجمع، والجمع طبعا أخذناه بالحصة الماضية. بتجمع صفر 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 زائد صفر واحد صفر واحد. شو بعمل؟ أول إشي بنزل الصفر هون زي ما عرفنا من الحصة الماضية عشان تنسيق الخانات، وبجمع الآن جمع عادي. صفر زائد صفر صفر، صفر زائد واحد واحد، وصفر زائد صفر صفر، وصفر زائد واحد واحد. واحد، لأن هيك عندي خلصت من النظام الثنائي، خلصت النظام الثنائي. طيب الطلاب الآن بيسألوني كذا، أستاذ نقدر نتأكد مثل عمليات الجمع بالحصة الماضية؟ نقدر نتأكد، طبعا نقدر نتأكد زي المرة الماضية. كيف التأكد؟ هاي التأكد، هاي التأكد. شو يعني التأكد؟ بدي أحول العدد الأول من نظام عشري والعدد الثاني من نظام عشري وأشوف الجواب وأقارنه. طيب واحد صفر واحد تحولتها بالنظام العشري اللي هي خمسة، ضرب العدد الأول خمسة، هي خمسة ضرب العدد الثاني صفر واحد اللي هو اثنين، خمسة ضرب اثنين، خمسة ضرب اثنين بالنظام عشري، خمسة ضرب اثنين بالنظام عشري بيساوي عندي عشرة، عشرة. طيب نتأكد نشوف هذا العدد هو عشرة، عشرة على الطريقة السريعة، واحد اثنين أربعة ثمانية، واحد اثنين أربعة ثمانية، آخذ هذا العدد وهذا العدد، اثنين وثمانية عشرة. إذن الجواب عندي صحيح 100%، الجواب عندي صحيح 100%. طيب ننتقل لفرع باء، ننتقل لفرع باء. شو مطلوب العملية عندي؟ عملية ضرب، نفس الإشي، بضرب واحد في هاي كلها، بنزل صفر وبعدين بضرب هاي في كل هاي خالة. نبدأ واحد بصفر صفر، واحد ضرب صفر صفر، واحد ضرب واحد واحد واحد. طيب خلص من الخانة الأولى، بروح الخانة الثانية، بنزل أول شيء صفر، بنزل أول شيء صفر زي الرياضيات، وبنزل الخانة الثانية، واحد ضرب صفر صفر، واحد ضرب صفر صفر، واحد ضرب واحد واحد. تحولت العملية عندي لجمع زي ما بتعرف في الرياضيات. تمام، شو ناقصني؟ بطلع على الخانة، العدد الأول بده ناقصه خانة هون، بحط صفر على اليسار للترتيب والتنسيق. بجمع الآن صفر زائد صفر صفر، صفر زائد صفر صفر، واحد زائد صفر واحد، صفر زائد واحد واحد. هيك بالنظام الثنائي نقدر نتأكد، طبعا نقدر نتأكد. التأكد مش طالب منك أنا بالسؤال، تأكد نقدر نتأكد إذا احتجت لذلك، ومرات ممكن أطلب منك، ممكن أطلب منك التأكد بالسؤال، ممكن أطلب منك التأكد بالسؤال، بس هو مش طالب منك أنت عشان ما تخطأ، ممكن تتأكد إذا كان معك وقت. نبدأ العدد الأول صفر صفر واحد اللي هي أربعة، ضرب العدد الثاني واحد واحد اللي بتطلع عندي ثلاث، أربعة ضرب ثلاث، أربعة ضرب ثلاث بالنظام عشري، أربعة ضرب ثلاث تساوي عندي 12. نشوف العدد اللي عندي هل يساوي 12؟ واحد اثنين أربعة ثمانية، واحد اثنين أربعة ثمانية. أنا بحوله هون لنظام عشري عشان أتأكد، نظام عشري ثنائي بحوله لعشري عشان أتأكد أشوف 12 ولا لا. واحد اثنين صفار راحن، وأربعة وثمانية، أربعة زائد ثمانية 12. إذن عندي الجواب 100% صح، ما في عندي أي مشاكل. إذن نعيد ونلخص اللي أخذناه. احنا بلشنا في عملية الضرب، عملية الضرب بدأ في الوحدة هاي، بدأ أضرب بالنظام الثنائي، تضرب بالنظام الثنائي، يعني شو ما جاك العدد، شو ما جاك العدد عشري ثماني أي نظام ثاني لازم تحوله لثنائي بعدين تضربه، تحوله ثنائي بعدين تضربه. تمام، هاي أول قاعدة أو هاي أول موضوع أخذنا. تمام، طيب ننتقل الآن إلى مجموعة من الأسئلة الثانية على موضوع الضرب، على موضوع الضرب. نعطيكم بس تقدر الآن توقف الفيديو ثواني، تمام، عشان تلخص هذا الموضوع دفتر زي ما احنا حكينا المره الماضيه، لو تلخص كل شيء اول باول عشان ما تضطر تضلك ترجع للفيديو، خلاص يكون كل شيء ملخص عندك على الدفتر، كل شيء امورك جاهزه. تقدر الان توقف الفيديو لعده ثواني، تمام، تلخص وترجع تكمل، تلخص وترجع تكمل. طيب ناخذ الان مجموعه من الاسئله الثانيه، مجموعه من الاسئله الاخرى. سؤال، سؤال
جد قيمة إكس فيما يلي والممثلة بالنظام الثنائي، الممثلة بالنظام الثنائي. طيب نحكي عن اكس، متذكرين اكس الحصة الماضية شو حكينا عنها؟ اكس حكينا عنها انه هي تشبه قيمة سين، يعني ما تخوفك او ما ترهبك، هي تشبه قيمة سين. اكس تساوي 1 1 1 ضرب 1 1 هذا فرع الف، وفرع باء اكس تساوي 1 1 1 ضرب 1 1 1 لان هون عندي فرعين راح نبدا نحلهم. جد قيمه اكس في ميلي والممثله بالنظام الثنائي، فرع الف اكس تساوي رقم الاول والعدد الاول 1 1 1 ضرب 1 1 اكس تساوي 1 1 1 ضرب 1 1 1 1 تمام. طيب خلينا نشوف ناخذ ملاحظه. اول شيء بدي ارتبهم تحت بعض، بدي ابلش بفرع الف، بدي ارتب العدد الاول والعدد الثاني تحت بعض. طيب السؤال بتبادر لذهننا، هاي عندي هون العدد الاول وهون عندي العدد الثاني، مين احطه فوق ومين احطه تحت؟ هل بفرق عندي لو حطيت العدد الاول فوق او حطيته تحت بفرق؟ الجواب هو لا، لانه عمليه الضرب عمليه تبديليه، عمليه تبديليه، يعني ما بفرق مين العدد الاول ومين العدد الثاني، ما بفرق. مثال عليه 2 ضرب 1 يساوي 2، طب اقلب او اعكس، 1 ضرب 2 برضه كمان يساوي 2. اذا ما بتفرق معي ابلش فرع الف، هيو 1 1 1 ضرب 1 1 1 1 1 ضرب 1 1 نبدا في عمليه الضرب زي ما تعودنا. العدد الاول 1 ضرب 1 1 1 ضرب 1 1 1 ضرب 1 1 رسم الاول، اروح على الثاني، انزل صفر بالبدايه زي الرياضيات واشوف اللي بعده 1 ضرب 1 1 1 ضرب 1 1 1 ضرب 1 ايضا 1. الان نعمل هيك تمام، وتتحول العمليه عندي لجمع زي الرياضيات المعتاده، زي الرياضيات المعتاده. نبدا في عمليه الجمع، بحتاج هون لصفر تعودنا عليها خلاص تمام. 1 زائد 0 1، 1 زائد 1 2. شو يعني 2؟ زي ما اخذنا الحصه الماضيه في الجمع، ما ينفع احط اثنين، شو الاثنين؟ اللي هي صفر وواحد باليد، صفر وواحد باليد. طيب الان واحد وواحد وواحد ثلاث، ما بينفع في النظام الثنائي ثلاث، شو مقابل الثلاث؟ حول من عشر الى ثنائي بتطلع عندي واحد واحد، اتفقنا عليه في الحصه الماضيه، واحد واحد. طيب الان اجمع واحد وصفر وواحد اثنين، شو يعني اثنين بالنظام الثنائي؟ اللي هي صفر واحد، صفر واحد وبالنظام الثنائي. اذا هيك خلصنا من فرع الف، ننتقل الآن لفرع باء، ننتقل الآن لفرع باء. طبعا بتقدر تتأكد لوحدك الآن، تعلم التأكد، تأكد تحول النظام عشري، تشوف العدد الأول كم مقابله، العدد الثاني كم مقابله، والناتج وبتقارنه، تحوله بتقارنه وبتشوف تمام. طيب ننتقل الآن لفرع باء، لفرع باء، فرع باء معطيني 1 1 1 ضرب 1 1 1. العدد الأول 1 1 1 والعدد الثاني 1 1 1 تمام؟ طيب في أنا ملاحظة بالكتاب أو ملاحظة هامة، إنه بعملية الضرب، بعملية الضرب أكثر إشي مسموح يعطونا أسئلة، مسموح يعطونا أسئلة لحد ثلاث خانات بس، كل عدد أكثر إشي ثلاث خانات. أيوة أيوة، خانة خانتين ثلاث، هنا خانة خانتين ثلاث، أكثر من ثلاث خانات غير مسموح انه يعطوا في عملية الضرب، مش مطلوب منكم، يعني اربع خانات بعملية الضرب مش مطلوب. طب في عملية الجمع ممكن اجيب اكثر من ثلاث خانات؟ نعم، ممكن اجيب ستة، ممكن اجيب 10، ممكن اجيب 20، قد ما بدي بجيب. اما في عملية الضرب اكثر شيء مسموح لي ثلاث خانات، اكثر شيء ثلاث خانات. طب شو اصعب سؤال ممكن يجيني؟ اصعب سؤال انه يكون العدد الاول ثلاث خانات والعدد الثاني ثلاث خانات، هذا في عملية الضرب. العدد الاول ثلاث خانات والعدد الثاني ثلاث خانات. طب وايش كمان؟ انه يكونوا كلهم واحد، واحد 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 واحد. يعني هذا أصعب سؤال بعملية الضرب، واحد 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 ضرب واحد واحد واحد. نبدأ ونشوف شو الفكرة هنا، في هنا فكرة عندي، في عندي فكرة هنا بالسؤال. أبدأ واحد ضرب واحد، واحد ضرب واحد واحد، واحد ضرب واحد واحد، واحد ضرب واحد واحد. طيب
الان تنتقل على الخانه الثانيه، بنزل اول شيء صفر وبحل 1 ضرب 1 1 1 ضرب 1 1 1 ضرب 1 1 تمام. الان خانتين صفرين بنزل اول شيء صفرين وبضرب الخانه الثالثه 1 ب 1 1 1 ب 1 1 1 ب 1 1. طيب العمليه تحولت عندي الان لجمع، العمليه تحولت عندي لجمع. خير رتب المساله تحولت لجمع، هنا ناقصني خانه صفر وهنا صفرين عشان ترتيب وتنسيق المساله. وركز معي لانه هنا في عندي فكره بالجمع، فكره في الجمع، فكره في الجمع. نبدا 1 وصفرين 1 1 وصفرين 1. طيب 1 و1 وصفر 2، شو يعني 2؟ 0 و1 باليد. طبعا اذكر اذا ما كنت مراجع الجمع مش راح تقدر تمشي معي هون، تكون مراجع الحصه الاولى عشان تقدر تمشي معي. طيب 1 و1 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 4 4 اخذناها في الجمع، شو 4؟ 4 اللي هي 0 على الهامش 0 0 1 هي 4 0 0 1. طيب شو عمل؟ شو عمل؟ بخلي الصفر عندي تحت وبرفع الصفر 1 فوق، برفعه باليد. اذا بخلي الصفر تحت وبرفع الصفر 1 فوق، هي بنزل الصفر وبرفع الصفر 1 فوق. طيب الصفر 1 هي مش 10، مش 10 هي 2 2، نحكي عن نظام ثنائي احنا 2، هاي هي 2 2 1 3 1 4 نفس الشيء. شو يعني 4؟ اللي هي 0 0 1. شو 0 0 1؟ 0 تحت و0 1 فوق، 0 1 فوق. طيب نبدا الان نكمل 0 1 0 1، هي مش 10 هي 0 1 بالنظام الثنائي 2 2 زائد 1 2 زائد 1 3. شو يعني 3؟ يعني 1 1، ما ضلش شيء ارفع خلاص، بتوقف لهون وبحط نظام ثنائي. اذا طلع عندي الجواب زي ما انتم شايفين، فرع الف قيمة اكس هي تساوي كذا، وهي فرع ب هي قيمة اكس، هي قيمة اكس تمام، هي قيمة اكس. طيب ان شاء الله تكون وصلت. ناخذ سؤال بصيغة ثانية عملية الضرب، بصيغة ثانية عملية الضرب. سؤال سؤال بصيغة الضرب، سؤال بصيغة الضرب. جد حاصل، جد حاصل ضرب العددين، ضرب العددين ستة و بالثنائي نحط 1 0 1 بالنظام الثنائي. جد حاصل ضرب العددين 6 ب العشرة و 1 0 1 بالنظام الثنائي. هنا نفس الشيء بس صيغة السؤال تغيرت، جاب لك اياها على طريق صيغة كتابية. شو مطلوب مني؟ جد حاصل ضرب، اذا بدي انا عملية الضرب. طيب شو المشكلة عندي هنا؟ المشكلة عندي العدد الاول 10 والعدد الثاني بالنظام الثنائي. شو لازم اعمل؟ لازم احول العدد الاول اللي هو هون عندي بالعشرة للنظام الثنائي بعدين اضرب. اذا الجواب اولا، اولا اولا الجواب اولا بدي احول الستة عشرة للنظام الثنائي، للنظام الثنائي. طيب كيف نحول 6؟ 6 معلوم، العشرة معلوم. اذا طريقة سنستخدم طريقة القسمة او الطريقة السريعة اللي هي على 421. اعطينا مجموع عددين واعطينا الستة، راح اختار هاي وهاي، هاي ما راح اختارها. اذا بطلع عندي 0 1 1 0 1 1. كيف حولتها؟ على التحويلات، ارجع للتحويلات لانه هاي الماده كلها متراكمه على بعضها، ارجع للتحويلات بتعرف تحول. طيب الان صارت المساله جاهزه، صار عندي العدد الاول بالثنائي والعدد الثاني بالثنائي. طيب مين احط بالاول؟ هذا ولا هذا؟ زي ما حكينا بتفرقش، انه عمليه تبديليه، عمليه تبديليه. اذا خلينا نحط هي 0
واحد واحد ضرب هاي العدد الأول وواحد صفر واحد. نبدأ بالضرب كالمعتاد، تمام؟ نبدأ كالمعتاد، نحل، نبدأ واحد بصفر صفر، واحد بواحد واحد، واحد بواحد واحد، تمام؟ أشطب أرز صفر الآن، أروح على الخانة الثانية صفر بصفر صفر صفر صفر، طبعا بيصير عندي جمع، والأخيرة واحد بصفر صفر، واحد بواحد واحد، واحد بواحد واحد. طبعا في شغله هون عشان ننزل صفرين، سميها صفرين نوصل كفينا، انا نزل صفرين اول شيء، اضرب واحد بصفر صفر، اذا الخانة الثالثة بنزل صفرين اول شيء صفرين، بعدين اضرب واحد بصفر صفر، واحد بواحد واحد، واحد بواحد واحد واحد. طيب الآن تحول عملية جمع، حط صفار الناقص عندي، صفار الناقص عندي، وبجمع صفر صفار صفار صفر، واحد واحد، واحد صفار واحد واحد، وجمع هذول واحد. لو طلع عندي الحل، الحل هو الجواب هو، نقول هون عشان مش مبين هنا، الحل هو طلع عندي صفر ون 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 بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي، تمام. تمام، إذا هيك كون أخذنا كل الأفكار عملية الضرب، أخذنا كل الأفكار عملية الضرب. الآن راح ننتقل على الطرح، راح ننتقل على الطرح. الطرح فيها فكرة مختلفة عن الجمع والضرب بشيء معين، انه الطرح هي عملية غير تبديلية، عملية غير تبديلية. نوقف الفيديو شوي ونلخص على الدفتر زي ما اتفقنا عشان امورنا تضلها كلها جاهزة. نوقف الفيديو شوي ونلخص، نستكمل اللي بعده. الان راح ننتقل على عملية الطرح، هننتقل على عملية الطرح. ثلاث ثلاث الطرح، ثلاث الطرح نفس الشيء، في قواعد يجب اتباعها، يجب مراعاة ما يلي، يجب مراعاة ما يلي، يجب مراعاة ما يلي بعملية الطرح. ما يلي ناخذ القواعد الأساسية فيها، هنا أربع قواعد أساسية. صفر ناقص صفر كم تساوي؟ صفر ناقص صفر، وبعدها واحد ناقص واحد، والمسألة اللي بعدها واحد ناقص صفر، واللي بعدها صفر ناقص واحد، صفر ناقص واحد. نبدأ بأول واحدة، نبدأ بأول عملية، صفر ناقص صفر صفر، زي ما متعارف. طبعا احنا هون نطرح بالنظام الثنائي، واحد ناقص واحد صفر، طيب واحد ناقص صفر واحد، طيب صفر ناقص واحد بالرياضيات، بالرياضيات سالب واحد، لا يجوز سالب واحد، تمام. عندنا هون بالحاسوب واحد واحد، ما عندنا سوالب، لا يوجد عندنا سوالب. طب كيف؟ في شيء اسمه نستلف، نستلف نستلف، صفر ناقص واحد سوى واحد، كيف؟ نستلف. طب كيف صارت واحد؟ لما نبلش في الأسئلة راح نشوف كيف بتصير تساوي واحد، راح نشوف كيف بتساوي واحد. طيب في عندنا ملاحظة، ملاحظة لازم أراعي فيها، ملاحظة ملاحظة ملاحظة، عندي ملاحظة اللي هو عملية المطروح والمطروح منه، ملاحظة المطروح منه والمطروح المطروح منه. لا
تعرفوا المطروح والمطروح منه، خلنا في الرياضيات صف سابع وسادس وخامس ورابع. تمام، المطروح منه هو دائما الاكبر، انه لازم يكون عندي الاكبر، والمطروح لازم يكون الاصغر. الاصغر، ولازم اراعي، لازم اراعي انه المطروح منه يكون فوق والمطروح الاصغر يكون تحت، عشان ما يطلع معي الجواب بالسالب، لانه هون مش مطلوب مني يطلع معي الجواب بالسالب، مش مطلوب مني يطلع الجواب بالسالب. طيب ناخذ اسئله مباشره، ناخذ اسئله مباشره على الموضوع. سؤال: جد ناتج ما يلي بالنظام، طبعا الثنائي، جد ناتج ما يلي بالنظام الثنائي. 1 هاي في الالف، 1 0 1 ناقص 0 1. هاي اول سؤال. تمام، فرع ب، فرع ب، فرع ب، ون 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 ناقص ون ون. نبدأ بالحل، نبدأ بالحل. هو رياضيات كالمعتاد، 1 ناقص 0، 1 ناقص 0. طبعا هو مريحك، هو مرتب لك اياهم هنا، ما بدور انا على المطروح والمطروح منهم من اكبر ومن اصغر، هو مريحك في السؤال، خلاص انت بتطرح بشكل مباشر، مريحك. 1 ناقص 0 حسب القواعد 1. طيب 0 ناقص 1، انتبه هنا جيدا، 0 ناقص 1 لا يجوز، 0 ناقص 1 لا يجوز، بدنا نروح نستلف من الخانة المجاورة إلها، بروح على الخانة المجاورة إلها، تمام؟ فيها 1 بشطبها، باخذ الواحد اللي معها صارت 0. إذا لا يجوز، بروح على الخانة اللي جنبها، أخذت منها 1 صارت 0، نقص منها 1 صارت 0. لما أعطت ما أعطت 1، لما أعطت أعطت 2، و2 بالنظام الثنائي اللي هو 0 1. إذا نعيدها فكرة جديد من جديد، استلفت رحت على الخانة اللي جنبها، نقص منها 1 صارت 0، لما أعطت أعطت 2، لما أعطت أعطت 2. الآن 2 ناقص 1، 2 ناقص 1 1. تمام، وهنا ما بنسى دائما زي الجمع بحط هون 0 عشان عملية التنسيقية، 0 ناقص 0 اللي هي 0، وهي بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي. إذا بالآخر شايفين 0 ناقص 1، المسألة الأساسية 0 ناقص 1 كم طلعت عندي؟ 1. 0 ناقص 1 1، كيف؟ عن طريق الاستلاف. طيب ممكن نتأكد نفس الشيء، نتأكد من هذول المسألتين ألف وباء، بعدين أترك لكم مجال التأكد لكم في المسائل القادمة، أترك لكم مجال لكم. طيب شوف العدد الأول، العدد الأول 1 ل10 راح يطلع عندي 5 5، ناقص 0 1 0 2، 5 ناقص 2 3، 3 طبعا بالنظام العشري. هل هي 3؟ نعم، 1 2 3 بالنظام العشري. إذا حلي 100%، حلي 100%. طيب ننتقل للمسألة باء، ننتقل للمسألة باء، ننتقل للمسألة باء ونشوفها مع بعض. زي ما انتم شايفين العدد الأول 1 1 1 ناقص 1 1، هاي سهلة جدا. أول شيء بحط الصفر مثل الجمع، تمام، عشان بس عملية الترتيب والتنسيق. إذا في الجمع صار عندنا ملاحظة، في الجمع وفي الطرح إذا كان عندي ناقص خانة بحط الصفر بالجمع والطرح، أما في الضرب ما في داعي أحط صفر على الشمال، ما في داعي، بخلي المسألة زي ما هي، أما بالجمع والطرح بحط عندي صفر، تمام، للخانات الناقصة. 1 ناقص 1 0، 1 ناقص 1 0، 1 ناقص 0 1 بالنظام، وتنساش قوس ونظام الثنائي، نظام ثنائي. نروح على التأكد، نروح على التأكد. تمام، العدد الأول 7 ناقص العدد الثاني، العدد الثاني 1 2 اللي هو 3 3 3، 7 ناقص 3 7 ناقص 3 4، وفعلا هذا العشري، وفعلا 0 0 0 1 بالنظام العشري بيطلع كمان عندي 4. إذا حلي 100%، حلي 100%. إذا عيد ولخص الموضوع من جديد، الطرح مثل الجمع وضرب، ولكن في إشي تمام لازم أنتبه عليه، لازم أنتبه وراعي إنه العدد الكبير يكون فوق، العدد الكبير يكون فوق.
والعدد الصغير تحت. العدد الكبير اسمه مطروح من هو، والعدد الصغير اسمه مطروح. مطروح العدد الكبير مطروح من هو، والعدد الصغير اسمه المطروح. اخذنا مسألتين وحليناهم بشكل بسيط وميسر، الامور سهله مش صعبه عليكم يا شباب يا صبايا. راح نوقف الان، نوقف الفيديو ثواني تلخص هاي تمام عشان ننتقل لاسئله ثانيه. لاسئله ثانيه قفله ثواني، ننتقل لاسئله ثانيه. طيب شباب الان ننتقل لا نفس الموضوع، نفس الموضوع بس ناخذ اسئله اخرى. سؤال: جد ناتج، جد ناتج، جد ناتج طرح العدد هاي بالثنائي واحد 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 من العدد، من العدد، من العدد صفر 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 واحد. طبعا بالنظام الثنائي. إذن نفس الشيء بس غيرت صيغة السؤال، يعني صيغة ثانية للأسئلة. جد ناتج طرح العدد، هاي العدد الأول من العدد، هاي العدد الثاني. طيب أول شيء بدور على العملية شو موجود عندي أو شو مطلوب مني. شو العملية المطلوبة مني؟ هل هي عملية جمع، طرح، ضرب، عملية طرح زي ما هو واضح طرح. طيب لما أشوف عملية طرح لازم أفكر وأدور تمام، وأخاف من شيء اللي هو مين المطروح ومين المطروح منه، مين الأكبر ومين الأصغر، يعني مين الأكبر ومين الأصغر، لازم أدور على الأكبر والأصغر. هذا العدد الأول عندي وهذا العدد الثاني تمام. طيب كيف أدور على العدد الأكبر؟ بدي أضطر أحول للنظام العشري عشان أعرف مين العدد الأكبر، مين العدد الأكبر. لو حولتها لنظام عشري على الطريقة السريعة راح يطلع معك هذا 7. لو حولت هذا بنظام عشري على الطريقة السريعة يطلع عندك هذا 8. 8 إذا واضح إنه عند عدد هنا هذا اسمه المطروح منه وهنا المطروح. إذا هذا العدد الأكبر وهذا العدد الأصغر، هذا العدد الأكبر وهذا العدد الأصغر. في طلاب ممكن يخربطوا يحكي لك هذا أكبر في أكثر واحدات وهذا في أقل واحدات. لا مش هيك تقاس. لما أوجد العدد الأكبر أو العدد الأصغر مضطر أنا أروح على النظام العشري عشان أعرف مين الأكبر ومين الأصغر. لما أحوله راح يطلع عندي هذا 7، لما أحوله راح يطلع عندي هذا 8. إذا هذا اسمه المطروح منه العدد الأكبر وهذا المطروح هو العدد الأصغر. الآن أرتب ما دام عرفت إنه هو المطروح منه 0 0 0 1 ناقص واحد 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 ناقص واحد 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 تمام. شو مطلوب مني اول شيء؟ عملية طرح، اضيف صفر هون للتنسيق وببدا اطرح وببدا اطرح. انتبه على هذا السؤال شوية، انتبه معي على السؤال شوي. صفر ناقص واحد لا يجوز، بضطر استلف. طب رحت على الجار ما في، رحت على الجار ما في، رحت على الجار بعده في عنده واحد اخذتها صار صفر. لما اعطى جاره اعطى صفر واحد، اتفقنا عليها هاي بالمثال السابق صار صفر، واعطى اثنين اعطى اثنين. طب لسه جاره اللي جنبه بحكي له اعطيني لسه ناقصه واحد، هاي اثنين نقص منها واحد صارت واحد، صارت واحد، صارت واحد تمام. ولما اعطى جاره اعطى اثنين، اتفقنا. لما اخذ منه باخذ منه واحد، لما يعطي بعطي اثنين. طب لسه هون بطلب نقص منها واحد، هاي اثنين صفر واحد لاثنين نقص منها واحد صارت واحد، صارت واحد. ولما اعطى جاره اعطاه اثنين. هل ظل واحد شيء محتاج على اليمين؟ لا خلص. اثنين ناقص واحد واحد، واحد ناقص واحد صفر، واحد ناقص واحد صفر، وصفر ناقص صفر صفر. وهاي بالنظام، هاي خلصت المسألة بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي. طيب خلينا نتأكد لأن المسألة ممكن تكون تخربطتنا، نتأكد إحنا كطلاب. العدد الأول صفر 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 واحد بالنظام العشري حكينا 8 ناقص، العدد الثاني 7، 8 ناقص 7 واحد بالنظام العشري. ولو حولتها للنظام العشري راح تطلع معي واحد، إذا حلي 100% وما في عندي
اي مشاكل، حلي 100% وما عندي اي مشاكل. طيب الان ناخذ كمان سؤال، سؤال ناخذ كمان سؤال. جد ناتج ما يلي بالنظام العشري، بالنظام العشري جد ناتج ما يلي بالنظام، بالنظام اسف بالنظام الثنائي، لان النظام العشري اصلا مش مطلوب مني الان. جد ناتج ما يلي بالنظام الثنائي، بالنظام الثنائي نحط المسألة صفر صفر واحد صفر واحد صفر واحد ناقص ناقص واحد واحد صفر واحد. زي ما انتم شايفين هون مريحني، هون مريحني بالسؤال. ليش مريحني بالسؤال؟ لانه حط لي العدد الكبير ومريحني من السؤال، بس على العمليه ريت الطرح، بس عمليه بدنا نقوم بعمليه الطرح. ابدا صفر ناقص واحد لا يجوز، بدور على الجار ما في معه، بدور على جاره اخذت منه واحد صار صفر، بدي يعطي اللي جنبه، بدي يعطي اللي جنبه صار اثنين اللي هي صفر واحد، لانه ما بصير احط اثنين لانه تعامل في النظام الثنائي. طيب لسه الجار اللي جنبه بحكوا هيلو اعطيني، تمام ضخ منه واحد وبعطيه اثنين، بعطيه اثنين، اثنين ناقص واحد واحد، واحد ناقص واحد صفر. طبعا ما بنسى هون احط صفر على الشمال، تمام صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر. طيب صفر ناقص واحد لا يجوز، ضخ من الجار، وهون صار عندي صفر، وهون صار عندي اثنين اللي هي اصلا صفر واحد، اثنين ناقص واحد واحد، وصفر ناقص صفر صفر. وهيك نكون خلصنا النظام الثنائي، النظام الثنائي طلع معي الجواب واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر صفر واحد صفر. اذا هيك يا شباب وصبايا بنكون خلصنا الطرح بجميع افكاره، خلصنا الجميع وخلصنا الضرب بجميع الافكار، تمام. كيف ترجع الحصه الماضيه اذا ما استوعبت شيء كثير، لانه يعني كل مترابط مع بعض. اصلا بدك ترجع للتحويلات من اولها من عند الفصل الثاني، التحويلات وتضلك ماشي عند التحويلات وتضلك ماشي لحد ما توصل هون، انه كل ماده مترابطه مع بعضها البعض، تمام. هيك بكون انجزنا الوحده كامله، وحده كامله، وخلصنا الفصل الثالث اللي هو عمليات حسابيه، الجمع والطرح والضرب، الجمع والطرح والضرب، تمام. راح نرسلكم الايام الجايه اوراق عمل عليها تحلوها وترجعوا لنا الحل، ونشوف كيف اموركم. واي استفسار ان شاء الله احنا جاهزين، ان شاء الله ضلكم كلكم خير، والله يعطيكم العافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.